ما هي منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أو أوبيب؟ هي منظمة حكومية أنشئت أساسا لمواجهة شركات النفط العملاقة وتنظيم عمليات الإنتاج، تضم عددا من الدول المنتجة والمصدرة للبترول. تأسست منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك يوم 14 من سبتمبر سنة 1960 بمبادرة من الدول الخمس الأساسية المنتجة للنفط في العالم، وهي السعودية، إيران، العراق، الكويت، وفنزويلا، في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد. هي أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها، وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى والسيطرة بشكل أكبر على أسعار البترول. تضم في عضويتها 12 دولة، هي الجزائر وأنغولا، الإكوادور، إيران، العراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، والسعودية، والإمارات، وفنزويلا. وقد انسحبت من المنظمة كل من الجابون سنة 1975 وإندونيسيا في سنة 2009. بدأت المنظمة في الظهور بقوة عندما اتفقت السعودية وإيران وتبعهما في ذلك باقي الدول على استخدام سلاح النفط في إعقاب حرب أكتوبر 1973 بين العرب وإسرائيل. وتمثل سلاح النفط يومها في تخفيض إنتاج النفط وصادراته وقطع إمدادات النفط عن الدول التي وقفت مع إسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أوائل الثمانينيات كان دور الأوبك يقتصر على مجرد العمل على الحفاظ على أسعار النفط في السوق العالمية، ومنذ سنة 1983 بدأت تتبع سياسة جديدة تقوم على تحديد سقف إنتاجي معين لا يجوز للدول الأعضاء تجاوزه مع توزيع الحصص الإنتاجية وفقا لهذا السقف على الدول الأعضاء وحسب الطاقة الإنتاجية المتاحة لكل منهما. وفي التسعينيات تذبذب سعر البرميل بين الارتفاع والانخفاض، وفي سنة 2000 وضعت أوبك آلية لضبط الأسعار، وارتفع سعر النفط في السنوات التي تلتها حتى تجاوز حاجز $100 سنة 2007. أصبح مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا منذ سنة 1965. تؤكد المنظمة أن دورها الرئيسي يتمثل في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتوحيد السياسات الخاصة بقضية النفط وضمان استقرار الأسواق بغرض إنجاح المعادلة المثالية المتمثلة في الحفاظ على ثبات الأسعار ضمانا لمصلحة المستهلكين، لكن دون أن يؤثر ذلك سلبا على المنتجين والمستثمرين في صناعة النفط. تصنف أوبك على أنها منظمة حكومية وفقا للنظام الدولي وبموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، والمنظمة ليست مؤسسة تجارية ولا تشارك في عمليات تجارية، ويعتبر الأمين العام للمنظمة الشخص القانوني المسؤول عن أعمالها، كما أن موظفيها يعدون موظفين مدنيين دوليين. تتكون المنظمة من ثلاثة أجهزة، وهي المجلس الوزاري ومجلس المحافظين والسكرتارية. السكرتارية تتكون من الأمين العام ورؤساء الإدارات وبقية الموظفين المعارين من الدول الأعضاء، وتضم سكرتيرة المنظمة خمسة أقسام رئيسية، وتباشر أعمالها ونشاطها ضمن حدود المواد الخاصة بها في دستور المنظمة وعلى ضوء تعليمات مجلس المحافظين.